نعم. شيخ، هناك في امرأة في بيتها يعني تقوم مع بنات صلاة الجماعة في أحد الغرف، ودي يعني إلزاميا يوميا لخمس سنوات، يعني ما فعل هذا؟ لا يجب على النساء صلاة الجماعة لا في بيوتهن ولا في المساجد، لكن اختلف العلماء هل تسن صلاة الجماعة للنساء في بيوتهن أو لا، فمنهم من قال إنها تسن لهن صلاة الجماعة، ومنهم من قال إنها لا تسن. فلتنظر هذه المرأة مع بناتها، إذا كان صلاتهن جماعة أحسن، لأنهن يقمن من النوم ويصلين جميعا، ثم إن إمامتهن ستكون مطمئنة في الصلاة لا تسرع الإسراع المخل، فإنه في هذه الحال يكون صلاتهن جماعة أفضل. وإذا كان لا يحصل هذه الميزة فلتكون صلاتهن جماعة أحيانا وأحيانا. نعم.